القرن الخامس عشر. شهد اندلاع حرب الوردتين بين عائلة لانكاستر ممثلة للوردة الحمراء وعائلة يورك ممثلة للوردة البيضاء، خلقت عداء بين المنطقتين جعل العالم بينهما شوكا حتى وقتنا الراهن. اللونان الأحمر والأبيض يزينا أطقم ناديي مانشستر وليدز يونايتد على التوالي منذ العام 1961. الصراع بين المدينتين نشأ خلال الثورة الصناعية وانتقل إلى الملاعب الكروية، وما زاد من إثارة المواجهات بينهما كان اضطرار بوبي شارلتون الزائر المعتاد لشباك ليدز لمواجهة شقيقه جاك الذي كان يلعب في صفوف أبناء يوركشاير. استمر الود مفقودا بين الطرفين في فترة السبعينيات، وتأزمت العلاقات أكثر بعد تحول ثلاثة من أبرز لاعبي ليدز إلى مانشستر بقيمة 800 ألف باوند. حدة الخلافات تراجعت في ثمانينيات القرن الماضي بسبب هبوط ليدز واستقرارهم بالدرجة الثانية، لتبرز الكراهية مجددا بداية التسعينات بعد تنافس شرس بين الفريقين حرم على إثره ليدز مانشستر يونايتد من الفوز باللقب عام 92 بعد صيام طويل عن البطولات. في سبتمبر من العام ذاته تغلب يونايتد على ليدز في الدوري، ثم خطف نجمهم إريك كانتونا بعد تلك المباراة بثلاثة أشهر. جلب كانتونا لقب الدوري لمانشستر بعد 26 عاما من الجفاء، صفقة أغضبت كثيرا أنصار الوردة البيضاء. بعد سنوات قليلة استقبلت جماهير ليدز صدمة أخرى بتعاقد مانشستر في 2002 مع صخرتهم الدفاعية ريو فيرديناند كأغلى مدافع في العالم حينها، بعد أن تم اختياره كأفضل لاعب في الموسم بناديهم ليدز. صرخة العداء جعلتهم يرفضون تسليمه الجائزة عند انتقاله، والآن بعد سنوات من الضياع في غياهب الدرجات الدنا عادت الوردة البيضاء إلى دارها، ومعها ستعود حرب الوردتين للاندلاع مجدداً.